لا شك انه الشتاء القاسي لفت انتباه العالم مجددا والصحافه عامه لقضيه اللاجئين بالذات السوريين في العالم. تعالوا نحكي شوي عن هذا الموضوع مع دكتور عاصم، دكتور عصام داود. صباح الخير دكتور عصام. صباح النور يا زين. نذكر حضرتك مؤسس منظمه يونيتي كرو لمساعدة اللاجئين في العالم، وحبيت أولا بما أنه بشكل دائم حضرتك متواجد بين اللاجئين وعندك دائما معلومات شو عم بصير، إيش ممكن تحكي لنا عن الأوضاع الراهنة في هاي الأيام؟ للأسف دائما بفترات الشتاء الأوضاع بتسوء، ولكن الأوضاع سيئة دائما. الإشي بيجي على الإعلام وعلى الوعي الجماعي تبعنا بفضل الصور. الصورة اللي بتخيل أثرت بالفترة الأخيرة هي صورة الثلج في مخيم عرسال في لبنان للاجئين السوريين، فدائما هيك بيكون في صورة أو حدث أو قصة اللي بتشغل الرأي العام، للأسف بتشغله لأسابيع مش أكثر وبعدين نرجع ننسى القضية. ولكن القضية هي للأسف من 2014-16 من حديث وقت التحالف على سوريا، وعدد اللاجئين بس عم بيزيد وأوضاعهم بس عم بتسوء. اليوم بسبب الأوضاع الطقس بسبب البرد والشتاء وخصوصا في مناطق لبنان في عرسال وكمان في عدة مناطق في أوروبا بالأخص باليونان وين أغلب اللاجئين بعد الموجودين داخل المخيمات وما انتقلوا على حلول داخل سكن بيتي مثل في ألمانيا أو في فرنسا، فهناك الوضع جدا سيء. في حتى حالات وفاة في إرسال في بيخبروا على حالتين وفاة لأطفال بسبب البرد. دكتور عصام، إذا ما ذكرت في هناك صور اللي بتهز العالم كل مرة من جديد، لكن هل هاي صور كافية علشان تحرك الدول أنها توجد حلول؟ يعني يمكن كان في هناك شعور يمكن خاطئ أنه وكأنه بلشت الحلول تبين، بلشت الدول تتعامل مع اللاجئين بشكل أو بآخر، على ما يبدو أنه مش هذا هو الوضع الصحيح. للأسف إنه يعني اللي حكيته مظبوط، في صورة خاطئة وفي اللي فيها كمان الإعلام بوقع في هاي الشبكة اللي بتفرجيها الدول الكبيرة أو الدول المشتركة في هاي الجريمة ضد الإنسانية اللي بتفرجي فيها صورة إنه الأمور عم تنحل، ولكن الأمور على أرض الواقع كحدا اللي موجود بقلب المخيمات ومتابع القضية بشكل يومي ما انحلت وما عم تتحسن. واللي بتفهمه بشغل تبع سنين في هذا المجال هو انه الدول هني شركاء وفي كمان رغبة او في نقول هدف او مصلحة لهاي الدول انه الوضع يضل بصورة او باخرى بهيك. ايش المصلحة؟ ايش المصلحة انه يبقى الوضع على ما هو؟ مصلحة مادية مثلا، اذا بدك تاخذ اليونان على سبيل المثال او باوروبا، في عندك دعم كبير، في عندك ملان موارد عم بتفوت، جمعيات عم تيجي تشتغل، هاي الجمعيات عم بتحط مصاري، اللاجئين عم بحطوا مصاري. وتنساش كمان انه هيك هن بيخففوا من عدد اللاجئين. يعني اليوم واحدة من الاسباب انه المخيمات في الخط الاول في الجزر اليونانية وضعها ما عم يتحسن هو السبب مش نقص مصاري. العمليات الاغاثة في اليونان تعتبر اغلى عمليات اغاثة في تاريخ الانسانية، واحنا عم نحكي على مئات الاف اللاجئين، مش عم نحكي على ملايين زي في دارفور او في الكونغو او في الروهينجا. فما في سبب انه وضع المخيمات ما يتحسن، ولكن وضع المخيمات ما بيتحسن لانه الاتحاد الاوروبي ما بده يحسنها عشان اللاجئين الموجودين في الطرف الثاني تبع البحر في تركيا ما يفكروا مرتين وثلاثة واربعة اذا هن بدهم يتركوا بيوت دافي في تركيا او مخيمات منيحة في تركيا وضع قانوني سليم بتركيا، وبدهم ينقلوا على مخيمات وضعها صعب اللي فيها اعتداءات جنسية وعنف وبرد وتشرد. هاي كمان المصلحة الغير مباشرة كمان للاتحاد الأوروبي إنه ما يحسن المخيمات. نفس الشيء بلبنان زي ما عمل معنا إحنا الفلسطينيين اللاجئين بسبعين سنة ما تم توطيننا، لأنه في خوف من إنه إذا بتم في توطين إنه اللاجئين رح يضلوا رح يأخذوا أماكن شغل، هي افتراءات كاذبة ومش صحيحة. مثلا من حضرتك إنه قد يكون إنه هذا الوضع رح يبقى إلى أجل بعيد؟
أول إشي حسب الأرقام والإحصائيات إحنا بنعرف إنه عدد توطين لاجئ بخذ لها بين 7 إلى 14 سنة. يعني إذا لاجئ بيطلع من بيته، شخص بيطلع من بيته بشكل قصري، هو بيحتاج الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين حسب الإحصائيات عمر التاريخ تحتاج من 7 إلى 14 سنة لإعادة توطينه إنه يصير محترم ويأخذ حقوقه من أول جديد في بلده أو في بلد ثاني. فأول شيء إحنا مش قلطين 7 سنين و14 سنة في هاي القضية في أوروبا. الشغل الثاني هي إنه كل عمليات الإغاثة كمان غير يعني انسى منظومة الدول وكيف الدول عم تشتغل والمؤسسات الرسمية او الحكومية كيف عم تشتغل، كمان منظومة العمل تبع الجمعيات الخيرية هي منظومة مبنية على توجه انسان ابيض اللي جاي يوعظ للانسان اللاجئ انه هو ضعيف ونسي انه هو اقوى منه بالاف الدرجات، هو قطع جبال وبحار ودار باله اولاده وهرب من 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 حرب ومن داعش ومن نظام وصل عبر الأمان. فهو مش عن جد الشخص الضعيف اللي عم بيصوروه اللي عم بيلقنوه اللقمة، والتوجه هذا إن هو شخص ضعيف فكل بمنظومة الإغاثة عم بتأدي إنه الناس مع الوقت عم بيفقدوا قدرتهم على إنه يبنوا مستقبلهم من أول وجديد، إنه يلاقوا ملبس لأولادهم في الشتاء، إنه يعملوا إعادة تأهيل لنفسهم. والسبب هو إنه إحنا بدل ما نعلمهم الصيد إحنا عم نحط لهم سمك على سبيل المثال. دكتور عصام، ايش انتو كمؤسسة كمنظمة ايش لوين يعني عم تصبوا لأي منطقة ليكون في هناك حلول جبرية في هذا الموضوع، او انه ممكن تحكي انه هذا الحال ونحن ماشيين مع لا بتاتا نهائيا اللي احنا بنقوله في هيومانيتي كرو انه اول شيء احنا شغالين كل سنة. انا مش حسب الصورة بنشتغل ويلا نجمع ملابس، احنا ما بنجمع ملابس. انا حسب رأيي انه هذا العمل اوكي مبارك ومهم ولازم وفي ناس عم بتموت، ولكن لازم يكون في تفكير جذري، في حل جذري، في حل في فكره اللي هي مبنيه على اسس علم ومعرفه ودراسات اللي احنا بنعمله كمان في مركز الدراسات تبعنا، كيف احنا نحل الموضوع بشكل جذري. واحنا اللي بنقوله هو انه ما بحك جلدك غير ظفرك، ما حدا راح يجيب لك الملبس غير انت. فاحنا اللي بنحاول نعمله في المؤسسه، وهي مؤسسه اللي بتختص في الدعم النفسي والاجتماعي، احنا ما بنختص في الملبس او في الاكل، ولكن الهدف هو انه احنا كيف نمكن الناس انه في الشتويه جايين يعملوا اوعيهم هن يشتغلوا، لانه ما حدا راح يجيب لك هاي الشغلات. واذا انت بدك، اذا احنا بدنا نتكل على رحمة أشخاص معينين وعلى إذا انشهرت صورة في السوشيال ميديا ولا لا، احنا راح نضلنا عريانين أغلب الوقت. بحب أقول لك إن الوضع في غزة، وأنا كنت في غزة مش بوقت بعيد، أسوأ بألف مرة من عرسال ومن اليونان. وكل مرة بفوت على غزة وبطلع بصير أقول ليش أنا عم مش غاد بس، ولكن الأمور القانونية والسياسية ما بتسمح. ولكن بغزة الصورة بتشتغلش، والصورة حتى لو انتشرت في مين ينزلها وفي مين يحد من انتشارها. فمش عن جد يعني إذا في إغاثة حاليا يلا حطينا هالملبس ورحنا على باب الجامع والكنيسة وحطينا شوية قواعي حسينا والله عملنا اللي علينا إذا كله دفي وكل تمام. لا، العمل لازم يكون مدروس أكتر، وهذا الدور اللي احنا عم نحاول نقوم فيه بانه اعاده تمكين الناس عن طريق انه احنا نعطيهم خلال مدار السنه دعم نفسي انه يشوف القوه تبعتهم انه يبنوا حياتهم من اول وجديد بشكل كمجموعه بدون علاقتهم باي مؤسسه او منظومه سياسيه اللي هي دور اللي لها دور كبير في الجريمه. نعم نعم. دكتور عصام، احكي لنا عن المشروع الجديد اللي في مبادره اسمها اللي انتو حضرتكم بتقوموا فيها. في عنا عدة مبادرات، واحدة بتخيل من المبادرات اللي إلها علاقة باللي عم بيصير هو انه احنا كيف فكرنا نمكن النساء على سبيل المثال في مخيمات اللجوء في اليونان انه ينجوا لأولادهن، ينجوا لبيتهن، انه يقدروا يعملوا منتوج ممكن حدا يشتريه. فتعاوننا مثلا مع المصمم الازياء العالمي ابن الناصر سهر وعقل على اساس انه طلع علم خياطة فكرة كذا، كيف احنا نقدر نوصل بعدين نمكن النساء من انه بالصفية الجاي بالشتوية الجاي هن يقدروا ينجوا الملبس تبعهن، وكمان يقدروا ينجوا منتوجات اللي احنا نقدر كمان نبيعها، وبهاي الموارد كمان هن يستفيدوا، كمان المؤسسة تدعم نشاطاتها لنشاطات شبيهة.
إذا هذا النتاج رح يباع نفهم نتأمل يعني هاي الفكرة. في بالسابق كان في عدة يعني إحنا بعدنا في عشان هيك أنا ما عم بشرح إنه كتير إنه إحنا بعدنا بأوج العمل مشروع بعد ما انتهى، ولكن نشاطات شبيهة في مجموعة نساء اللي احنا ندعمهم موجودين في تركيا اللي بيعملوا مثلا تطريز يدوي لهذا المنتوج اللي احنا نبيعه صارنا قريب السنتين، في مجموعة الموجودة في جزيرة ليسبوس اللي بتاخد اللايف جاكيت سترات النجاة اللي بيجوا فيها اللاجئين وبيعملوا منها شنتات فاحنا بنبيعها، في مجموعة اللي بتاخذ بتعمل اساوير من اللايف جاكيت كمان هذا منتوج اللي احنا بنبيعه، هاي مدخولات وهي تباع ككونسبت فكرة من اللاجئين يعني تسوق تحت هذا احنا من نرفض نسوقها كمن باب الشفقة، يعني اشتري شنطة اللي انعملت على حساب لا مش هيك، انت اشتري منتوج اللي انت بحاجة له، اشتري منتوج جيد منتوج جميل منتوج اللي هو ناقصك وما تشتري من باب الشفقة، انت محتاج شنطة تعال اشتري الشنطة اللي احنا عم نعملها في المخيمات لانه هاي الشنطة جيدة وجميلة، وبنفس الوقت انت بتحس بينك وبين نفسك انه انت والله قدمت اشي صغير بالمقابل، ولكن ما تشتري من باب الشفقة وما بدنا حدا يشتري اشي من باب الشفقة لانه بتخيل الشفقة والرحمة هاي اللي احنا فيها اشي نوع من تقليل بشأن هاي الناس، انه هاي الناس مش بدين يشوفها هني بدين الدعم تبعنا ونحن نطلع عليهم كناس سواسية مش انه يا حرام، ولانه باللحظة نحن بنشوفهن هيك تعاملنا معهن راح يكون مبني على حملات إغاثة موسمية اللي بتتعلق بصورة او بمنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي. نعم طيب دكتور.